ايه رايك في موقف اثيوبيا من سد النهضه؟ موقف متعنت، ما نعرفش يبقى موقف متعنت جدا. مفاوضات و مش عارفين، بس لا نملك غير ان احنا نتفاوض لغايه ما نوصل لحل. يعني المشكله مشكله ان احنا لازم ناخد خطوه. انا شايف ان احنا لازم ناخد خطوه. الموضوع بقى له اكتر من فتره كبيره جدا، هيتعمل مش هيتعمل، هيتملي مش هيتملي، هناخد حصتنا في المايه مش هناخد حصتنا في المايه، مناوشات كتير بين الدوله من هنا ومن هنا، وكان في مجلس بين معظم الرؤساء الافارقه وكده، وما وصلناش لحل برضه. فانا شايف ان احنا كدوله ناخد خطوه لقدام. احنا جاهزين، احنا لو منطقه واحده من مصر نزلت اثيوبيا كلها هنحتلها. فالفكره ان احنا يعني ولا بنتهدد ولا، واحنا كمصريين احنا ممكن نلحس الاسفلت، مش هنعطش يعني، والله العظيم ما هنعطش ولا هيفرق معانا الموضوع جدا، وقادرين نطلع ميه من اي حته في الارض، وربنا موجود يعني. قبل كل ده ربنا موجود. موقف اثيوبيا طبعا موقف متعنت، وموقف مش مناسب مع دوله زي مصر. مصر هي ام الدول العربيه كلها واقوى دوله في المنطقه، ما ينفعش يتعامل معاها بالاسلوب دوت. ومصر هي اخر دوله في دول المصب، مصر هي الدوله الوحيده اللي يحق لها انشاء سدود، ما ينفعش اي دوله تعمل سد غير مصر. القانون الدولي بيقول كده، الامم المتحده بتقول كده، كل الاعراف الدوليه بتقول كده. لازم يتعرض على مجلس الامن فورا، لان دي فيها حياه، دي لازم يتعرض على مجلس. اللي على الموضوع مش كل واحد يبقى حر في تصرفاته، او كل بلد حره في انها تعمل وبدون النظر الى مصلحه الاخرين. ده حياه لابد انها الموضوع ده ينتهي فورا بحل سلمي او مش سلمي. الموضوع ده ان احنا مثلا نضرب السد، لان هو مش حقهم ان هم يبنوه. والله انا رايي ان هم اللي بيعملوه ده عندي، يعني هم لو كانوا لجؤوا مثلا لحل سلمي او لحل وسط احنا ممكن نتكلم بيه كان هيبقى افضل، لان كده في الاول وفي الاخر الميه دي بتاعتنا كلنا من زمان، وكان الشعبين والدولتين كويسين مع بعض. انما بقى اسلوب عنده ان هم يعملوا حاجه وبعد كده يطلعوا ينفوها، فدي تاني دي حاجه هترجع عليهم، ان هم مش هيوصلوا اللي هم عايزينه اعتقد يعني. لنا حق طبعا في الميه، حصتنا دي ما ينفعش يقول لك لا ما عطيناكش، لازم يدونا سواء بالذوق او سواء هم حرين، لازم يدينا حقنا في الميه. مال 100 مليون هتعمل ايه؟ تشرب منين؟ والزراعه تشرب منين؟ المفروض ان اثيوبيا مصر وقفت معاها في حاجات كتير قبل كده، والمفروض من اثيوبيا ان هي ما تعملش كده، وانها تتوصل معانا بقرار كويس يرضي الطرفين. لكن اثيوبيا كده هي عايزه تحارب، والحرب بالنسبه لها مش هيبقى كويس.